السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. أولا أعتذر عن هذا التأخير اللي دام تقريبا أسبوعين نتيجة انشغالي بتأسيس حركة تغيير شمال إفريقيا اللي حلينا لها شان جديدة قناة على اليوتيوب واللي يمكن تتابعوا الفيديوهات متاعها، وطبعا نحط لكم الرابط تحت هذه الفيديو باش تتابعوا الأحداث متاع هذه الحركة الجديدة، وهناك صفحة أيضا على الفيسبوك يمكن أن تتابعوا كل أخبار هذه الحركة الجديدة التي تم تأسيسها. وذاك علاش الأسبوعين اللي تعداوا كنت شوية مشغول ما نجمتش نعمل فيديوهات. هذاك علاش هذه الفيديو باش نخليوها نوعا ما دردشة قبل العودة من جديد إلى الفيديوهات متاعنا على قناة ملحد تونسي تعلموا دير ربكم. تكلمنا في الفيديوهات السابقة حول مسألة الناسخ والمنسوخ في القرآن، وتكلمنا حول الأحرف السبعة، ومن المفروض أنها تكون هذه الفيديو نبدأ سلسلة من الفيديوهات نحاول نفهم بعض الآيات القرآنية على حسب الوعي الإنساني في وقتنا الحاضر، لأن القرآن يعتبر رغم كل الشبهات ورغم كل عدم الوضوح لهذا المصدر وكيف ظهر، يعتبر أقدم نسخة إسلامية، ومن خلالها يمكن أن نفهم كيف ظهر الإسلام وما هي شخصية محمد اللي هي في الحقيقة شخصية إله محمد، ونفهم عدة جوانب مهمة حديثة. علاش معناتها باش نتجه في هذا الاتجاه في الفيديوهات نتاعنا؟ على خاطر في الحقيقة التكرار معناتها ليس فيه فائدة، لا داعي، معناتها مش داعي باش نقعدوا ديما ننقدوا في الإسلام ونعاودوا في نفس الكلام. نعرف احنا الإسلام تم نقده مدة يعني وجوده 1400 سنة، وهناك أشخاص سوى في عهد محمد سوى بعد محمد سوى خرجوا من الإسلام سوى من ديانات أخرى كما المسيح وغيرهم نقدوا الإسلام. وفي وقتنا الحاضر يعني مع تطور التكنولوجيا والإنترنت كثير من الكتب لنقد الإسلام تم نشرها، وهناك معناتها شباب يعني فكروا ونقدوا وبحثوا في الإسلام وكتبوا مقالات يعني كثيرة على الإنترنت. يعني المشكلة التو أنا حسب رأيي أنا التو تقريبا 18 سنة وأنا ننقد في الإسلام، إنها يجب أن ننتقل إلى مرحلة جديدة ولا نقعد يعني واقفين على مسألة نقد الإسلام فقط. لازم يكون هناك بديل، فهمت؟ بديل، ولازم النقد يتبدل يعني يولي نوعا ما نقد بناء من أجل معناتها ظهور أفكار جديدة. وجعل مثلا كما نقول أنا ديما يعني خلينا نقارنه من بين حكم الإله وحكم الإنسان. يعني اعطيني حكم ماذا قال ربك وأقول لك ماذا قال عقلي وماذا قالت الإنسانية وماذا قالت الحضارة. يعني نعمل مقارنة ونشوف شكون خير، هل إلهك أصلح لنا في وقتنا الحاضر وفي المستقبل، وإلا الحكم الإنساني الوضعي هو الأصلح. يعني أنا شخصيا رغم اللي هذه القناة يعني تطرقت للإسلام، ولكن كانت أكثر شيء تعريف الإسلام. هذاك علاش أنا وقت نتلقى كثير من السب والتهديد أنا نقول لهم أنا مانيش ننقد في الإسلام بتاعكم، أنا نعرف فيكم دير ربكم. يعني في بعض الحالات يعني نتكلم على حاجات يعني موجودة، مثلا كما وقت تكلمت على النسخ والمنسوخ في القرآن جاني واحد ما أنت يسب فيا، يعني قال لي لعنة الله عليك يا فاسق يا كذا يا كذا، أنت معناتها يجب أن تقتل. يخي أنا شنو جبت جديد؟ أنا أخذت مصادر متاعكم. هذاك علاش فما ملاحظات يعني على اليوتيوب ساعات بعض الأشخاص يعني يكتبوا بعض التقالي بعض يكتبوا بعض التعليق مضحكة، فهمت؟ كما أحد الأشخاص يعمل لي أنت تقول في أول فيديو متاعك السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر، وهاك الكلام اللي قلته الكل خذيته من المصادر الإسلامية، ما لا من فين ناخده، ما لا من فين ناخده. أنا نعلم فيكم في دين ربكم، كان باش تسبوا وسبوا قرآنكم وسبوا دينكم
وسبوا ربكم وسبوا رسولكم، ما تسبونيش انا، انا ما عندي حتى دخل. انا نقول لكم هاو الاسلام شنو قال، هاو الاسلام شنو قال، هاو الاسلام شنو قال. حتى كان مثلا في بعض الفيديوهات اتكلمت على وجهات نظر اخرى خارج الاطار الاسلامي، يعني ما يسمى الحدود الحمراء، وتطرقت الى بعض الجوانب مثلا من حياه محمد وميولاته الجنسيه وشخصيته، فهي ايضا معناتها ضمن المصادر متاعكم. فهمت؟ يعني مانيش جبت انا حاجه جديده، مانيش جبت حتى حاجه جديده. هذاك علاش انا نقول ديما ان المسلم الاسلام هي ايديولوجيه متكامله. فهمت؟ لا داعي، فهمت، نجم ننقدوها، شيء طبيعي ننقدوها وهذا شيء طبيعي، ولكن اغلب المسلمين كما اقول معناتها انهم ما يعرفوش دينهم. يعني يقول لك انا مسلم ولكن ما يعرفش حتى شيء على دينه، وقت تجي توريه دينه وتقول له راه الدين نتاعك هكا وهكا وهكا، يولي يسب فيك ويلعن فيك ويقول لك شبيك ما تخدمش مخك وهذا مش معقول وهذا كذا وهذا وكذا. هذيك اموركم الخاصه. احنا الفكر الديني بصفه عامه سواء كان يهودي او مسيحي، والفكر العرقي يعني نتاع شعب الله المختار وخير امه اخرجت للناس ومن اتبع المسيح فقد نجا، هذه كلها افكار في مزبلة التاريخ ولم تعد صالحة، يعني انتهت الصلوحية في عصرنا الحاضر وفي المستقبل. بعض الملاحظات الأخرى اللي ما عندنا نتلقاها وهي مضحكة، يعني أحد الأشخاص يعني شاف أحد الفيديوهات وأنا نتكلم وقتها على علي منصور الكيالي، وكاتب في التعليق متاعه كان جيت راجل راك وريت وجهك. يعني شوف معناتها عقلية المسلم إنه يحكم على معناتها فيديو واحدة شافها. فهمت؟ أنا ما خفتش من ربكم، فهمت، باش نخاف منكم أنتوما؟ أنا ربكم أنتوما اللي تعتبروه خلقكم، فهمت، والرسول نتاعكم ومحمد نتاعكم، فهمت، أنا مانيش خايف منه، باش نخاف منكم أنتوما اللي تقولون ما لا تفعلون، كما وصفكم القرآن كبر مقتا عند ربكم أن تقولوا ما لا تفعلون. تعرفوا كان التهديدات، تعرفوا كان السب، وهذه أخلاق ربكم وأخلاق رسولكم، يعني هذه مش حاجة جديدة. فهمت؟ وكما قلت وأقول راني أنا معناتها مانيش ما عنديش مشكلة مع فهمت الإسلام حدته إيديولوجية، أما على الأقل وتتعرفوها طبقوها. فهمت؟ ما تقولش أنا مسلم وأنت ما تعرف حتى شيء من الإسلام تاعك. فهمت؟ يعني كون معبي، كون معبي، قول يا سيدي انا اعتقد هذاك الشيء، اؤمن هذاك الشيء، مانيش داعي باش نجيب لك لا دليل مادي لا دليل معنوي. فهمت؟ ابحث على روحك واعرف وتبنى اسلامك. اما تقول انا مسلم هكاكا، فهمت، وانت ما تطبق حتى شيء من الاسلام وماكش فاهم حتى شيء من الاسلام، وتنجي انا نعرفك رب اسلامك وربك، فهمت، انت وقتها تجي تلعني وتهددني وكذا. هذيك اموركم الخاصه، برا مشيو حلوها، معناتها ما تلوحوش الجهل نتاعكم علي أنا ولا على أي إنسان ينقد الإسلام أو يتعرض لهذه الإيديولوجية الفاشية. فما أشخاص خلين يجي يعمل لي يقول لي كان جاء الإسلام مش على حق، راهو مش مليار وخمسمائة مليون يؤمنوا به. متى كانت الكثرة دليل على معناتها على صحة الشيء؟ وهذه عقيدة يعني موروثة. فهمت؟ نعرف عن المسلمين يجيبوا ياسر اولاد، مالا الهندوكيه اللي هي مليار زاده هي على حق، فهمت؟ او المسيحيه اللي هي اكثر من الاسلام، فهمت؟ هي زاده على حق. انتوما المشكل نتاعكم جهال. يعني حتى الاسلام نتاعكم القران نتاعكم يقول لكم ان اكثرهم لكافرون، ان اكثرهم لفاسقون، ان اكثرهم لمجرمون. يعني الاكثريه عمرها ما كانت دليل على انها الانسان معناتها على حق. قبل 100 عام ولا 200 عام كانت اغلب البشريه تؤمن وتعتقد ان الارض مسطحه. فهمت؟ هاو البشريه كامله كانت تسخايب اللي الارض مسطحه، هاو العلم اثبت غير ذلك. اذا القول على الاكثريه هو كلام فارغ ليس له اي معناتها قاعده فكريه ولا قاعده علميه. فهمت؟ ولا تنسى ان العقائد او الاديان هي تقريبا نجم نقولوا 90% موروثة. ونعرف احنا ان المسلمين ينجبون ياسر اولاد كما يقول لهم محمد تكاثروا تناسلوا اني اباهي بكم الامم حتى اصبحوا غثاء كغذاء السيل. فهمت؟ ما عادش يصلحوا حتى شيء، كشكوشة. فهمت؟ مكشكشين،
كما نقولوا احنا الثقل والبلادة بالتونسي، فهمت يعني؟ ولا يقول لك بدن البغل وعقول العصافير، يعني كثرة بلاش بركة. المهم فما ملاحظة أخرى قالها لي، مع تكتبها زاد أحد المسلمين، قال لي كان جاء القرآن من عند بشر راهم جابوا خير منه. يا أخي باش يا أخي ماكمش باش تزيو وتخدموا مخاخكم شوية وتفكروا يا أخي، فما واحد يجيب حاجة كيما الآخر؟ ها مثلا تجي تقول لي شبيهم ما جابوش كي التوراة، شبيهم ما جابوش كي الإنجيل، شبيهم ما جابوش كي مكتب زردشت، شبيهم ما جابوش مثلا كيما فهمت أي كاتب آخر. مش مسألة راه تجيب خير، اسمع، مش مسألة تجيب خير ولا تجيب أحسن ولا أفضل، ينجموا يجيبوا أحسن. مثلا المتنبي، المتنبي علاش سموه متنبي؟ على خاطر جاب أبيات من الشعر، فهمت؟ يعني فاتت في الروعة متاعها وفي الجمال متاعها القرآن، فهمت؟ يعني فماش يعني مش مسألة تجيب، فما واحد يكتب كتاب كيما كتاب الآخر، فهمت؟ ينجم يجيب خير منه، ينجم يجيب أقل منه، يعني مش مسألة مقارنة شبيه حتى واحد ما جاب كيما القرآن. جابوا ياسر، جابوا ياسر، انت امشي اطلع، امشي اطلع، واحسن من القران، وفي احكام افضل من القران، واروع وانسانيه، فهمت؟ ومعناتها وما فيهاش الهمجيه اللي في القران، فهمت؟ لكن انتم ما تطلعوش، حتى كان يجيبوا لكم اللي يجيبوا لكم، فهمت؟ ساعات واحد معناتها نعطيه ايه من القران ونعمل روحي اللي انا قلتها، يقول لي لا هذه مش كيما القران، هذه فيها ركاكه. توا ما هو ما يعرفش ما هو القرآن، يعني باش يوريك للمسلمين يمشيوا بالظواهر مظاهر. هذاك علاش أنا مثلا وقت عملت الفيديوهات اللي قبل هذه زوز، كنت عملت مثلا ما يسمى بمكتب افتراضي. صحيح كثير ما عجبهمش وقالوا لي فما نوع من الاصطناع وكذا وما فماش تركيز على الكلام تاعك، لكن هذوما الفيديوهات تشافوا ياسر. علاش؟ على خاطر المسلمين يغزروا للمظاهر، يغزروا للمظاهر. انا الفكره راهي ما عجبتنيش، يعني رغم اللي بعض نصحوني قالوا لي اعمل مكتب افتراضي، انا ما عجبتنيش. هذاك علاش فما ياسر من الاخوه اللادينيين والملحدين قالوا لي نحيها خايبه، فهمت؟ فما اخرين قالوا لي لا خليها، ولكن خاطر تجلب المسلمين، خاطر المسلمين ما يغزروا كل للمظاهر، فهمت؟ ما يغزرش المحتوى نتاع الفيديو شنو قلت فيه وشنو ما قلتش فيه، ما يهموش. هذاك يحل الفيديو كي تبدا له معناتها الكلام يعرفك اللي انت ملحد ولا لا ديني ولا ماكش مسلم، اي كلمه تقولها ولو حتى تحكي لهم على دينهم وعلى رسولهم وعلى قرانهم وعلى ربهم معناتها يرفضها. بينما تبدا لهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام وهذيك النشره الاخباريه الطويله وتقول لهم اللي تحب، تقول لهم اي كذبه اي حاجه منحطه، يقولوا اه سبحان الله سبحان الله صدق الله العظيم. باش يوريك اللي المخاخ نتاعهم يعني مسكره، يعني تولدوا عاديين ولكن والديهم والمجتمع والاعلام والسياسه المتبعه تخليهم اشخاص ما يخموش، يتبعوا فقط ويقول لك انا مسلم وانا كذا وانا كذا. ما نعرفش انا باش مسلم، باش شنية الحاجه اللي تميزك انت كمسلم؟ ما تعرفوش اللي الاسلام ايديولوجيه متكامله، فهمت؟ ما تؤمنش ببعض الكتاب وتكفر ببعض، ما تفهمش الدين كيما تحب انت. هناك علماء تاعكم لازمكم تتبعوهم اللي يقولوا لكم، تقولوا لهم السمع والطاعه وتسكروا فمكم، لان الاسلام هو استسلام، استسلام اللي جابيه محمد، فهمت؟ واللي جابيه فهمت الصحابه نتاعو هذوك اللي تقاتلوا وتذبحوا وكل واحد معناتها ذبح الاخر وتسبوا وتلاعنوا وعملوا. يعني انتوما عايشين في الفترة اللي عاش فيها محمد واللي بعد محمد، ما تطورتوش، بقيتوا ديما في نفس المستوى. يعني حتى الإنسان تطور والوعي تطور، هذاك علاش انتوما منغلقين على العالم، ما تعرفوش شنو هو المعتقدات الأخرى، تصخيبوا رواحكم انتوما برك على حق والباقي كل على باطل، ومعناتها عندكم الكبرياء نتاع إلهكم الجبار المتكبر، فهمت؟ يعني صفات، شفت صفات، صفات محمد حطها في الإله، وانتوما فهمت خذيتوا صفات هذا الإله اللي هي صفات محمد، يعني تصرفاتكم أصبحت تصرفات محمد. لو كان محمد يتكلم بالثاء كما قلتها، راكم الكلكم تعتبروا اللي الكلام بالثاء هي سنة مباركة. ولو كان محمد أعرج لكان معناتها الإنسان عندما يكون أعرج يعني مبارك، ولا انتوما
ظهرت رواحكم معناتها تمشوا معناتها معناتها بنعراش لكي تطبقوا سنة محمد نتاعكم. إذا حلوا مخاخكم شوية. وأنا هذه في الفيديوهات معناتها في الفيديوهات هذه راني نعرف فيكم في دير ربكم، ومانيش معناتها نجيب في حاجة جديدة. وترجعوا للمصادر نتاعكم، تعلموا أقراوا، فما الإنترنت، فما الكتب، وفما كل شيء. إذا يزيو 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 من الجهل والتخلف. هذه نقطة. المفروض كما قلت لكم أني نعمل فيديوهات قادمة حول ما يسمى بالقرآن، ولكن قبل ما نبدأ القرآن حبيت نحكي على فكرة الله. هذه فكرة الله من فين جات وكيفاش جات وكيفاش تطورت، فهمت؟ لازمنا نبدأ كما نقولوا احنا من الأول، وبش نبدأ سلسلة من الفيديوهات حول مسألة الله، ونحاولوا زادة نفهموا الإسلام ونشوفوا اللي هل الإسلام كله ما يصلحش ولا، فهمت؟ فما حاجات مثلا موجودة في الإسلام مش ملك الإسلام، ملك البشرية. وقت نجي أنا أقول مثلا ضد الإسلام، مانيش ضد الإسلام في الجملة، أنا ننقد أفكار، فهمت؟ بغض النظر يعني هل كانت إسلامية أو غير إسلامية. مثلا أنا وقتها ننقد مثلا ملك اليمين، فهمت؟ في الإسلام مانيش ننقد فيها على خطر الإسلام جابها، كما يعملوا المسيحيين اللي أي حاجة في الإسلام يحاولوا يأولوها ويبدلوها ويدخلوها بعضها باش ينقدوها ويقولك هاو الإسلام خايب. أنا ما عنديش عداوة ضد فكر جلوبال، يعني فكر معناتها كامل، وإنما أفكار معينة. مثلا ملك اليمين فكرة غير مقبولة، أو الاستعباد أو الحروب أو الجهاد مثلا، هذا في الإسلام، وإن موجودة في ديانات أخرى نفس الشيء، فهمت؟ نكون ضدها، لأن البشرية الآن انتهت من تلك المرحلة، فهمت؟ والمسألة الأخيرة قبل ما نختم هذه الفيديو، رأوا أي مصطلح فيما بعض الإخوة يبعثولي يقولوا إحنا مثلا ولينا ملحدين، ولكن ما زلنا نقولوا الله وسبحان الله وغيرها من الكلمات. هذه يعني مسألة فكرة الله يعني وتعلقها بالإنسان، خطر هي فكرة قديمة بغض النظر عن الإسلام. يعني كثير من معناتها قبل يعني كثير من الناس يؤمن بقوة مهما كانت، سواء كانت إلهية أو غير إلهية. يعني خطر الإنسان عندما وعى بوجوده تسائل أنا موجود، شاف الكون ومعناتها كيفاش، يعني تسائل كيفاش ظهرت هذا الشيء، علاش أنا موجود، شنو هدفي في الحياة. هذه الأسئلة الوجودية نحاولوا نطرقوا لها بداية من الفيديوهات القادمة، وبش نولي نعمل المرة هذه نوعدكم أن الفيديو ما يتعداش 20 دقيقة باش ما نطولش عليكم، ونقول لكم أي فيديو تعجبكم انشروها انشروها انشروها. هذه نقطة ثانية. ونقطة ثالثة، أي ملاحظة اكتبوها، راني ناخذها بعين الاعتبار ونكتبها ونفكر فيها ونناقش فيها مع إخوة آخرين، ومن بعد يمكن ناخذ بها يمكن ما ناخذش، ولكن راهو أفكاركم مهمة جدا، لأن أنا ما نحبش العلاقة بيني وبينكم تكون علاقة إنسان يلقي يتكلم وانتوما تسمعوا، لا، نحب علاقة حية باش ناخذ منكم، وراهو ياسر 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 منكم يجيبوا لي أفكار ويقولوا حاجات تعليقات يعني تنفعني أنا باش نطرحها في فيديوهات قادمة ونبحث فيها. وكما يقال معناتها خيركم من جمع عقول الناس في عقله، والنقاش والحوار والانفتاح وعدم تقديس الأفكار، وخطر الأفكار هي تتبدل مع تطور الوعي. هكاك نجمو نقدمو نحو الأمام ونحرروا الأفكار بتاعنا من الفكر الموروث سواء الديني سواء العرفي، ونغزروا الحاجات كما هي من أجل حياة أفضل في وقتنا الحاضر ولولادنا في المستقبل. شكرا على المتابعة، ومع فيديو قادم، وبسلام.